مرحبا بكم. في هذا الفيديو سأتحدث إليكم عن هذا البلد المدهش في جنوب القوقاز، منطقة أوراسيا أرمينيا، أو كما يسمونها هايستان، واحدة من أكثر البلدان في العالم التي تم الاستخفاف بها. لديها الكثير مما يمكن أن نقدمها لكم، كالأديرة التاريخية، الطبيعة الخلابة، والمطبخ الأرمني الغني ذات الأسعار المناسبة وغيرها. أرمينيا من الشمال الشرقي محصورة بين جورجيا وأذربيجان، ومن الجنوب الشرقي والغرب بين إيران وتركيا. إنها دولة صغيرة يبلغ تعداد سكانها 3 ملايين نسمة، جمهورية سابقة للاتحاد السوفيتي. الكثير بدأ يهتم ويبحث ماذا يوجد وما يجري في هذا البلد، لذا دعونا نتابع معا. عندما تصل إلى مطار زفارتنوتس، أول شيء سيدهشك قنينة النبيذ الكبيرة أمام المطار، وهذا يعني بأن رحلتك ستكون ممتعة ولذيذة. خلال العهد السوفيتي، الاقتصاد الأرمني تحول من الزراعة إلى الصناعة في المقام الأول، مع الاحتفاظ بالزراعة ليومنا هذا. الاقتصاد الأرمني ما زال يعاني منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. أرمينيا حاليا تشجع المستثمرين للتوجه إلى أرمينيا وفتح مشاريعهم هنا. أرمينيا بلد جبلي ذات مشاهد متنوعة. معدل درجات الحرارة خارج العاصمة في الصيف يصل إلى 30 درجة مئوية. السواح القادمين من الخارج في تزايد مستمر. أكثر السواح هم القادمون من روسيا، إيران وأمريكا. في عام 2018 1.6 مليون شخص زار أرمينيا، وهذا العدد 10% أكثر من السواح الذين قدموا في عام 2010. جبل أرارات الذي هو جزء تاريخي من أرمينيا، والذي هو أعلى جبال أرمينيا، حاليا متواجد في الأراضي التركية، لكن يمكن مشاهدته بكل وضوح من أرمينيا، ويعتبر رمز لأرمينيا. أرمينيا مشهورة بجبالها وأديرتها. معبد غارني الوثني تم بناؤه تقريبا في القرن الأول الميلادي، وأنه البناء الوحيد الذي يشبه البناء الروماني اليوناني ذات الأعمدة. وعلى مسافة 15 دقيقة من المعبد هناك دير القرون الوسطى، دير كيغارت الذي نحته في الجبال، ومحاط بالمنحدرة، وقد سجلت في قوائم اليونسكو على أنها جزء من التراث العالمي. الآن لننتقل إلى المدينة يريفان، عاصمة أرمينيا. عندما تبتعد عن فندقك ستجد إناس يبيعون أشياء مختلفة على الرصيف. ستشاهد أبنية من العهد السوفيتي. في باحاته الخلفية ستجد العديد من مرآب السيارات. عندما تنتقل إلى مركز المدينة ستجد ساحة الجمهورية ومجمع كاسكاد. ستجده معاصر جدا وجميل. العديد من الأبنية ستجدها ذات لون وردي، لأنها بنيت من الأحجار المحلية البركانية الوردية، لذا سميت يريفان بالمدينة الوردية. أفضل الأماكن التي يجب أن تزورها في المدينة هي النوافير الراقصة في ساحة الجمهورية، نصب الإبادة الجماعية، نصب الأم أرمينيا في حديقة النصر، ومن هناك بإمكانك مشاهدة معظم العاصمة. أشهر الشوارع المخصصة للمشاة في أرمينيا هي الجادة الشمالية نورثن أفينيو، والساحة الخلفية لدار الأوبرا وحديقة بحيرة البجا. وليس بعيدا عن ساحة الجمهورية يتواجد مترو الأنفاق الذي افتتح في عام 1981 ولها 10 محطات. القليل ممن يعرفون بأن عمر يريفان 2805 سنة. مدينة مهمة أخرى في أرمينيا هي بغار شباد التي تبعد 20 كيلومتر عن يريفان. وبغار شباد يعتبر مركز ثقافي وديني، وفي عام 1945 تم تغيير اسمه إلى إتش ميادزين، حيث إتش ميادزين هي الكاتدرائية الأقدم في العالم والكرسي الرسولي يتواجد فيه. في عام 1992 تم إعادة تسميتها باسمها القديم فغار شباد. المواطنون في يومنا هذا يستخدمون الإسمان. في أرمينيا لا يوجد بحر، لكن يوجد بحيرة سيفان كبيرة جدا ورائعة الجمال، أكبر بحيرة
وذات مياه عذبة في بلاد القوقاز، وتقع على ارتفاع 1900 متر فوق مستوى سطح البحر. تستغرق الرحلة إليها ساعة واحدة من يريفان. ولو تطرقنا إلى سيارات أرمينيا، سنجد أن أكثر من 70% من السيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وبما أن أرمينيا كانت أحدى دول الاتحاد السوفيتي، لذا تجد أن كبار السن معظمهم يتكلمون اللغة الروسية بطلاقة. ليس الكل يعلم اللغة الأرمنية، لكن الكلمة الوحيدة التي تلفت الانتباه هي الكلمة الفرنسية ميرسي، والذي يعني شكرا، وبإمكانك أن تستخدمه في كل مكان. أرمينيا بلد غني بالتاريخ والمشاهد الطبيعية المدهشة، وهذا السبب الذي يتزايد سنويا توافد السواح إلى هذا البلد. حسنا، اكتبوا لي ماذا تريدون أن تعلموا عن أرمينيا لكي أعرضه لكم في الفيديو القادم، وشكرا للمتابعة.